بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عمال شركة صنع الغاز. بون، معكم عضو المكتب الوطني ملان رؤوف. دعموا جميعا أننا دعينا في وقت مضى إلى وقفة احتجاجية يوم 18 مايو 2015 بسبب اقتطاعات اختزالات اللي قاعدة يديروها دارتها لنا الإدارة من الراتب. إذا واش وصلنا الأخبار امس وراء امس انه نقابه الاداره الممثله في الاتحاد قاعده تدير في بيانات وكذا بانه الاضراب هذا غير شرعي وكذا، والاداره ايضا قاعده تعمل في بيانات ودي سيركولار داخل الاداره باللي الاضراب هذا غير شرعي. اولا يعني نحير الاداره ولا نقابه الاداره تاعهم في زوج اغبياء. احنا ما عيطناش على اضراب، ولازم العمال يفهموا باللي ما ناديناش على اضراب، احنا رانا نادينا على يوم غضب. يوم الغضب هذا يا راهو يوم مبينوا فيه للاداره وللوزارات المعنيه بانه عامل صنع الغاز راهو غضبان، راهو غاضب، راهو بزاف، راهم تماداو في الحقره تاعهم وتماداو في اهانه العام. هذه اولا. ثانيا واش هي كيفاش يكون طريقه وقفه الاحتجاج هذه؟ كيفاش يكون الاحتجاج؟ الاحتجاج راح يكون بطريقه عاديه جدا. انا كعامل في شركه صنع الغاز نهز رافيش دو باي تاعي، نطلع عند الديراج قال خويا فهمني عندي دو موا شهرين اثنين نحيت لي منهم من الصالير تاعي، مانيش فاهم فهمني فقط. هذه هي الطريقه اللي راح نديروا بها احتجاج. اما عن الاضراب، حنا رانا في 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 مفاوضات معاهم ورانا نطالبوا في مفتشيه العمل تعطينا محضر عدم المصالحه. نهار نديو محضر عدم المصالحه كونوا متاكدين راح نديو على اضراب، والاضراب راح يكون شرعي فوق يديهم وفوق يديهم، واللي قيسوه بالعامل اللي قيسوه نتابعوه قضائيا، نتابعوه قضائيا ونتابعو حتى بشكاوي جزائيه ونتابعوهم بعرقله العمل النقابي. هذا يعني ما فيها يعني حتى لبس ولا يعني. احنا واش حابين نديرو انهم هذه الاداره كثرت تمادات بزاف في الحقره وفي التعسف ضد العمال، لهذا رانا قلنا العامل لازم ينفض الغبره. احنا كنقابه رانا الا وسيله، احنا نخافوا اصلا احنا نشوفوا فيها باللي هذا العمل اللي قاعده تدير به الاداره كامل راهو ديجا راهو ربحه كبيره لينا احنا، راه نخافوا مادام يوصل يدير يعمل في لي نوت وفي لي سيركولار وفي كذا، راهم خايفين. وهذا هو واش نحوسوا عليه، احنا خوفناكم، راكم خايفين منا، واش جاي اكبر من هذا؟ هذا راهي بدايه فقط، هذا ما كاين والو، هذا مازلنا ما درنا والو، الجاي راهو شي كبير يستنى فيكم وفقط.